الموسم الرابع بطولة العائلات ومباراة مهمة في دور الستاشر. أفكركم بالنتيجة: عائلة حمودة منيا القمح الشرقية 70، عائلة حلمي كانوا ناقص 10 من أول سؤال، وبعد كده جاوبوا على سؤال فبقت النتيجة 0، مفيش نقط. ودلوقتي مع الفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أستاذ أحمد اتفضل، والدكتور محمد اتفضل. أستاذ أحمد والدكتور محمد، الدكتور محمد والأستاذ أحمد. خلي بالك، هو متعود على الاستوديو، عنده خبرة، فهيخطف منك البازر، فأديك على البازر علشان أول ما الكاونتر ينزل تخطف 10 نقط. معلومات عامة، والسؤال هو: ما هي الوزارة المصرية التي تولاها محمد النبوي المهندس عام 1961 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر؟ اتوفى وعنده 53 سنة. وزارة التموين. وزارة التموين، إجابة خاطئة. وزارة الإسكان. عشان اسمه مهندس. المهندس. هقول لك شوية معلومات عنه. تم إنشاء 2500 وحدة صحية في الكرة والكفور والنجوع في عهده. وزير الصحة. هو اللي أسس نظام التكليف الطبي ومشروع التأمين الصحي. وزير الصحة. ملقب بإيه بقى؟ بابو الأطفال، علشان قاد حملات التطعيم ضد شلل الأطفال. تخيل. معرفش اسمه. دكتور محمد، إجابة خاطئة. الدكتور محمد النبوي المهندس الله يرحمه كان وزير للصحة، وكان راجل عظيم، علشان كده احنا بنفتكر الناس دي بالخير، وبنرجع نسأل تاني عنها علشان نشكرهم على اللي قدموه لبلدنا. تفضلوا، هارد لك، تفضلوا. سؤال تاني، محمد تفضل. محمد واحمد، رياضة، والسؤال هو: ما هو أول منتخب يفوز في نهائي كأس العالم لكرة القدم رجال بركلات الترجيح؟ البرازيل 94. ما بيهزرش. عارف. لا لا، والبرازيل 94 كسب مين؟ إيطاليا لما بجي اللي هو ضيع ضربة الجزاء. واضح إن أحمد مركز كورة وفاهم كورة وقاري كورة. هو عاوز يبقى مدير فني، فهو مدير فني. أصل هو حلمه يبقى مدير فني. صحيح، وإن شاء الله يبقى مدير فني. أحمد برافو عليك، إجابة صحيحة. أحمد البطولة دي كانت فين يا أحمد؟ كانت في أمريكا. برافو عليك، برافو عليك. لا لا، مدير فني بإذن الله، برافو عليك. 80 عائلة حمودة، عائلة حلمي مفيش نقط، شيرين ومحمود، محمود وشيرين. عايزين 10 نقط دول؟ معلش يا محمود، مضطر أشجعهم شوية عشان عائلة حمودة شد حيلها النهاردة، فأشجعهم شوية. تكنولوجيا، والسؤال هو: في أي دولة أسيوية تم تأسيس شركة الألعاب التكنولوجية بوكيمون عام 1996؟ خطف منك البازر. اليابان. طبعاً الشركة دي من أشهر شركات الألعاب للأطفال في العالم. محمود، إجابة صحيحة. أرباحها في 2020 حوالي 170 مليون دولار. برافو عليك يا محمود، غيرت النتيجة 90، عائلة حمودة، عائلة حلمي مفيش نقط. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل مسألة الآتية: 35 في 7 زائد 24 في 5 يساوي كام؟ فات 5 ثواني، اتأخرت ثانية. إجابتك 365. أيوة أيوة. بص بص، دكتورة سمر شاطرة في القدرات الذهنية، ما تضحكش عليك، أنا مرضتش أقول لك كده عشان ما قلقكش.
فاهم قصدي؟ يعني انا سكت بس انا عارف انها شاطره جدا. و365 طبعا اجابه صحيحه. برافو عليك يا دكتوره سمر، 10 نقط. النتيجه 100. عيله حموده، عيله حلمي، الحقوا نفسكم بسرعه وحسنوا النتيجه ارجوكم. ودلوقتي مع الفقره الثالثه، فقره الفنون. الفنون، الفنون اربع اسئله: سينما ومسرح، اغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعه البديهه. طبعا الاسئله هتعتمد على السرعه. ايدينا على البزر. ايوه يا شيرين، بالظبط كده يا شيرين، مش هيدوكي فرصه. سينما ومسرح، والسؤال هو: فنان راحل قام بدور زكريا الباز في مسلسل ليالي الحلميه الجزء الاول، فمن هو؟ يا دكتوره سمر، ده السؤال ده ما كانش سهل، لان هو الحقيقه المسلسل ده قديم جدا، والدور ده دور كان مهم، ولكن المسلسل كله ابطال. اه مليان ابطال فعلا. كان في مين لو تفتكري؟ غير طبعا يحيى الفخراني وصلاح السعداني وصفية العمري. صفية العمري كتير بقى. كان فردوس عبد الحميد، حسن يوسف، حسن يوسف، هدى سلطان، دلال عبد العزيز. اسماء اسماء. تأليف مين؟ عبد العزيز مخلون، اسامه انور عكاش طبعا، واخراج اسماعيل عبد الحق. برافو عليك، تستحق ال10 نقط، عندها كل المعلومات كامله. مسلسل عظيم. اجابه صحيحه. الراحل سيد عزمي الله يرحمه كان ممثل قدير. نتيجة 110. عيلة حمودة، عيلة حلمي، للأسف الشديد مفيش نقاط. أغاني موسيقى، والسؤال هو: من هو الفنان الراحل الذي غنى بطلودة واسمعودة بفيلم لعبة الست؟ خطفت البزر وما عندكش الإجابة. من كلمات بديع خيري والحان محمود الشريف، مين اللي غنى محمد وكان بيمثل في الفيلم؟ نسيته. نسيته. نسيته، بس انا فعلا كنت فاكره. هارد لك. اجابه خاطئه. هارد لك. فاكره مين؟ عزيز عثمان طبعا. فعلا عزيز عثمان كان بطولة مين الفيلم ده؟ حياة كاريوكا ونجيب الرحاني ومريم منيب وعبد الفتاح الرسل. من نجيب. برافو عليك يا دكتورة، برافو عليك، متألقة النهاردة. لا لا، متألقة النهاردة. إجابة صحيحة. عزيز عثمان هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا دكتورة سمر. 120. عيلة حمودة، عيلة حلمي، مفيش نقاط. لوحات ومعالم، والسؤال هو: في أي دولة اسكندنافية توجد قلعة أمالينبورغ؟ اتبنت في القرن ال17. السويد. السويد يا أحمد، إجابة خاطئة. بناها الملك كريستيان الرابع مكان لإقامة البحرية الملكية. دنمارك. وحصن لحماية مدينة كوبنهاجن. الحمد لله على السلامة. اي حاجه. الحمد لله على السلامه. اي حاجه. 20 دي بقى. اجابه صحيحه. الدنمارك هي الاجابه الصحيحه. الحمد لله يا عيله حلمي. الحمد لله يا عيله حلمي. اي الصفر اتحرك وخلاص، مش مشكله بقى. 10 عيله حلمي، 120 عيله حموده. سرعه البديهه، والسؤال هو: ما هو اسم الشخصيه صاحبه اللون الاخضر في المسلسل الكرتوني عالم سمسم؟ إجابتك نمنم. نمنم. 10 نقط. إجابة صحيحة. النسخة العربية من سيسم ستريت، وطبعا 10 نقط مستحقة. 20 عيلة حلمي، 120 عيلة حمودة. عيلة حلمي 20 نقطة، يعني مش هقول رجعنا تاني في المباراة، ولكن ابتدينا نخش في أجواء المباراة. عيلة حمودة ما شاء الله، دكتورة سمر متألقة النهاردة،
الحق اتقال. هي كل مره كده، هي كل مره صح. بس بتدي هدايا بس ساعات بتوزع هدايا. المره دي قالت لا هاخدها انا بقى ليه. برافو عليك. ايوه برافو عليك. وانا كل مره اقعد اديكوا هدايا بس بقول لك يا دكتور دي محتاجه عزومه جامده على الاداء المشرف ده. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانية مع الفقره الرابعه، فقره تحت الضغط والعباقره. وبكده عائلات مصر جمعت 70 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 105,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 210,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتدريب وتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات مصر.